السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى. ابن مشكور الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نوال ولئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان إن شاء الله ونشارك مع استقامة بس نقول مسكيت الحمد لله رب العالمين. تقول شخص سيدي مسكيت يا أخو هو مسكيت ليس مسجد الخليلي. مسجد الخليلي الحمد لله رب العالمين. نا الحمد لله دوزيتو كنا شيخ زاهر بن خليفة بن زاهر العلوي نا شيخ محمد بن سالو المسعيدي الحمد لله دائما واو مكواونا ونخذ ذنبيه هوك نوكو بس الحمد لله بس زاو الحمد لله الله بإخلاص مسكيتي بسيما نا مدارس نا مبتمو زيما نا مسكيتو إخواني نا الحمد لله ونتزامنا مني سبحانه وتعالى جل جلاله. ثم شيخ سالم هبا شيخ سالم بن حمد بن حارب الشيباني جزاهم جينا لفو الإفاضي هابا فانيتو كواني الحمد لله نشكره مني سبحانه وتعالى. الشيخ زاهر هي سبيشن من كل التاوي وإن شاء الله الشيخ محمد كما نفهمون الشيخ سالم فانا شيكا الشيخ سعيد ومتبوكيا تمخروجي سيسا بس كتاتو الحمد لله ومتبوكيا الحمد لله نتمكا بزوري هابا نمو الله سبحانه وتعالى إخلاص ونعمل زيت وكلت منتو كفاني ونفني مني سبحانه وتعالى هي سبيشن من كل التاوي الشيخ زاهر الشيخ محمد كاين مخلفان بساد وخلفان علوي ودكم بيجدوا ان شاء الله مي صار من حمد الحرب الشيباني لو ما قدروا يجي او جيني من جيني ان شاء الله توينا وقامون ان شاء الله نعم الله اكبر الله اكبر نعم 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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر كلاك يا ابا الحمد لله رب العالمين ممكن اتغزق نهاب الحمد لله رب العالمين نعمه ما استفيد ايدي ما شاء الله نعمه فهاب نزل مكاني وكيفنز كيتو شيخ سالم بن حمد بن حارب نهاب لك استفيد بعد الجويفه الحمد لله رب العالمين نعمه نمون بالله سبحانه وتعالى الاخلاص من يعمل زيت ونقوم يعمل زاو نمون بالرحمن الرحيم بسم الله سبحانه وتعالى القران المسيسي آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله توفيق. سيفي إلى بيتي أن لو كنت أكو بيجي مين الشيخ.